سلام عليكم غزولاتي، لا ما جاتش. سلام عليكم غزلاتي، لاباس عليكم؟ المهم اليوم قبيله وانا كنعاود وانا ندير وانا نعاود كيف ما جات غدا نقولها. المهم سلام عليكم غزلاتي، عاود تاني. اليوم غادي ندير لكم واحد الروتين مسائي، وماشي شي روتين، المهم دوزوها سميو نتوما روتين. المهم انا كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الطابله ديال الكوتي او الميريندا. المهم ها كان عندي شي ضياف، غادي نديرو ان شاء الله اليوم واحد العشيوه، المهم لي سهله بزاف بزاف ولذيذه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، خليكم حتى الاخير باش تشوفوا شنو وجدت. وكيف ما العاده باش ما ننساش عاود تاني الناس اللي دخلوا جداد تابونوا في لاشين ديالي. المهم كيف العاده قلت لي هاد القصيده سجلناها، الناس اللي دخلوا جداد يدعموني والناس القدامى حتى هما يدعموني، لانني محتاجه الدعم ديالكم بزاف بزاف صراحه. وبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم. شفت انا باقي كنصبر لي المتابعه ديالكم وعلى الثقه ديالكم. المهم غادي نخليكم مع لا فيديو باش ما نحرقكمش المراحل. Thank you.
بعد ما سالينا غسلتي الماعين وكملنا، غادي نصايبو العشيوه ديالنا اللي هي لي بات بلاصه الطوماط وكالامار. هنايا خديت الماء، درت القياس ديال الماء اللي غادي يطيب ليا فيه السباكيتي، درت شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخليه حتى يسخن مزيان، من بعد غنزيد عليه لي بات. هنايا انا لي بات كنشدهم وكنقسمهم على جوج، الصراحه ما كيعجبونيش طوال، المهم هنايا على حسب الاختيار، كاين اللي كيعجبو يبقاو طوالين. غادي نخلطو واحد شويه، نحركو واحد شويه باش ما يتلاصقوش مع بعضياتهم. شويه الطياب ديالهم صعيب، هاد لي بات ماشي بحال مقارونيه او شكل اخر. وهنايا غادي ناخد هاد الكالامار، غادي ديجا قطعتو عفوا، غادي ندير مقيله فيها شويه ديال زيت العود، وغادي نديرو نقليه شويه، من بعد هذا غادي نكمل الطياب ديالو. غندير عليه شويه ديال الملحه، وغنزيد شويه ديال الابزار، المهم تنسيم على حسب شنو عزيز عليكم، شنو بغيتو حار اولا شنو ما بغيتو تنسمو. انا اكتفيت بزيت العود والابزار والملح. صافي غادي نبقى نحركو حتى كيشد راسو شويه، ما غادي نخليش حتى يقصاح ليا، غير شي شويه ماشي بزاف، غير نديرو نجيبو شويه تمايا في ديك المقيله وصافي. غادي نزيد داك ورقه سيدنا موسى مع ديك لي بات، كتعطي واحد النسمه غزاله الصراحه. صافي وكل مره نبقى نعاود نحرك باش ما تلصقش ليا لي بات ديالنا. مره نحركو داك كالامار. هنايا خديت مقله غادي ندير فيها لاصوص طوماط. هنايا لاصوص طوماط تقدروا تحكوا لا طوماط العاديه، او ديروا الطوماط اللي جاهزه بحال سوليس او شي ماركه تستعملوا. وهنايا زيت العود،
وغادي نزيد شويه ديال الملحه وندير شويه ديال الابزار. وغادي نزيد شي شويه ديال الخرقوم، تندير غير شي شويه من الحاجه، ما تنكترش، تقريبا داك معلقه صغيره. وهنايا غادي نزيد داك لاصوص طوماط، لاصوص طوماط فريتو. المهم غادي تزيدو طوماط عاديه ديال كيف ما قلت لكم، تقدروا تزيدو ديال الحوك، ولا تقدروا تزيدو هذه اللي سائله، او لاصوص شنو سميتها، سوليس عفوا. المهم انا غادي نزيد غير شي شويه، ماشي بزاف. غادي نزيد على داك الكالامار، الا خصني شويه ديال الماء غادي نزيد باش نصيف ني طيب داك شويه داك الكالامار. الكالامار ما كيبغيش طياب بزاف، الا طياب لا طاب اكثر من القياس كيجي قاصح. صافي غادي نخليه يطيب مره مره، نبقى نراقبو. دابا غادي نزيد شويه ديال المعدنوس، صراحه كتجي لذيذه بزاف، خصوصا اللي كيعزيز عليهم لي بات بحالي انا كلشي عزيز عليا. وهنا يا غزالاتي، بعد ما طابت لي لي بات والمقيله ديال الكالامار مع لاصوص طوماط، خديت ديك لي بات وصفيتها في صفايه، حيت لها داك الماء ديالها. وهنا عندي فرماج محكوك مع الحامض او الليمون. وهنا خديت الطبق ديال التقديم، وغادي نهز ديك لي بات نحط فيه ونبدا نقاد في لي بات، وغادي ناخد واحد شويه ديال لاصوص وغادي نخلطها باش ما تجينيش ناشفه. صافي، ومن بعد غنكملها التقديم، تقديم اختياري يعني كيف ما بغيتو. خلي شويه من الفوق باش كنزيد داك لاصوص من الفوق مع داك الكالامار والفخوماج، ونزوق بهذا، نزوق بالليمون، وتقدروا ترشوا شويه ديال معدنوس او قزبر اللي بغيتو. صافي، دابا غادي نزوق بداك الليمون وداك الكالامار اللي بقى ليا. تقدروا تزيدوا حتى الكروفيت، يعني اي حوت بغيتوا، حتى هو كيجي غزال الصراحه، كيجي مذاق هائل. وهذا هو الطبق ديالنا، راه وجد. كنتمنى تجربوه وين الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف بزاف على المتابعه ديالكم. الصراحه انا فرحانه بزاف اللي وصلت 2000 مشترك، كنبغي نشكركم بزاف بزاف. والقناه بدات كتكبر، والعائله ديالنا بدات تكبر، كنبغي نشكركم بزاف بزاف. المهم دابا غادي نودعكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر وشي واحده اخرى ان شاء الله، او روتين واحده اخر. مع السلامه.